شيخين لكبرياء، ثم بعده شيخه أبو عاصم الضحاك بن مخلد، وكلاهما شيخهما واحد، بكي بن إبراهيم هو والضحاك بن مخلد شيخهما يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. وسلمة بن الأكوع هذا عجيب، طال عمره لقوة بدنه، كان رجل كان قوي البدن، إنه كان من الرجال الذين يسبقون الخيل على رجلين، كان في الصحيحين أنه كان رجلا قوي. في الصحيحين أنه كان لما غزا عيينة بن حصن الفزاري مدينة وساق لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا قبل الهجر، قال ففطنت لهم، كان أيضا ينظر من بعيد ويسمع، كان رجل قوي، قال فلما فطنت لهم صحت وصباحه قال حتى اهتزت المدينة، لأنه رجل صوته أيضا قوي، فاختشت المدينة بصوته، فبدأ النبي يجمع جيش، لكن هؤلاء الناس ذهبوا لقاح النبي، هل ينام ويتركهم؟ لا، ذهب في إذره، هم فرسان، عدد من عشرات من الفرسان، فذهب في أثارهم وكانوا على فرسان، قال فكانوا إذا طلبوني لا يدركوني، أسبقهم وأدخل عليهم في الجبل، وكنت إذا طلبتهم أدركتهم فأرميهم. وقصة في الصحيحين يقول أنا سلمة بن الأكوع واليوم يوم الرضا، أنا سلمة بن الأكوع واليوم يوم الرضا. قال ابن حجر معناه يوم الرضا أي ربما أن الشخص الكريم الذي أرضعت أمه رضاعة قوية سيظهر اليوم، يعني أنا من الرضا الذين إن شاء الله سينتصرون اليوم، وهو وحده، أو معنى أو أنه ينوى أنها كلمة ذم. الرضع العرب تقال الرضيع اللئيم، شخص يرضع البهائم، يرضع الغنم ويرضع إذا كان لئيما، أي أن اليوم يوم اللئام، اليومكم أنتم ستهلكون اليوم، وظل يرميهم بالحجارة ويهرب عنهم ويطلقونهم، وهو لا يريد قتالهم ولا يريد أن يلحق بهم الجيش، وكل هذا يريد هذه الإصابة أن يشغلها بقتاله هو وحده، فظل إذا رأى أنهم جدوا في السيل يقتربون في يرميهم بالحجارة والنبل، فإذا شدوا عليه يطلبونه هرب على رجليه ودخل الجبل وهكذا. والمدينة أرض حماها الله، جعلها الله أرض جبال، كل مدينة فيما حولها إذا ذهبت من مكة إلى مدينة أرض جبال، وحول مكة وحول المدينة من كل جانب، لأن الله أعدها لحماية دينه. أريد دار هجرتكم أرضا ذات حجارة في المدينة بحقها. فكان سلمة في هذه الحجارة يهرب عنه حتى ارتفع النهار، دخل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه، لكنه جاء بعد 4 ساعات أو 5، ولو ترك سلمة لوصلوا بالإبل إلى ديار غطفان وفاته، لكن سلمة رد ينوشهم ويعاقبهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خير رجالاتنا سلمة وخير فرساننا أبو قتادة، هذا في الصحيحين، قال أفضل رجالنا سلمة أنه رجل قوي، وخير فرساننا أبو قتادة. أبو قتادة أيضا ربعي نعم يسمى فارس النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا أيضا قويا شجاعا، ولكنه لم يكن طويل العمر، عاش عنده 73 سنة، ولكنه مات قيل إذا رأى شخص ظن أنه ابن 15 سنة. وقصة ذلك أنه مرة دعاه النبي في هذه الغزوة، دعاه النبي فقيل له ورجله شعره، وكان شخص شاب مهم عنده رأسه هنا وهنا ويهتم بذلك، فلما أرسل له النبي 3 رسل قال حلقوا رأسه، هذا شخص مهتم بذلك حلقوا رأسه، حتى هذا الرأس الذي يهتم به حلقوا، قال يا رسول الله احتبني فيها، يعني عذرني ولا تفعل لي هذا، وكان حريصا على شعره لا تفعل لي هذا، قال احلقوا رأسه، قال النبي يا رسول الله استعتبني فيها لا أرضينك، إن سأفعل شيئا يرضيك إذا تركت لي شعري، ولم يتمه فتركه، قال دعوه شأنه. فلما جاء الجيش وغزى المدينة انطلق أبو قتادة حتى صار أمام الجيش فقتل قائدا، قتل فجاء برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
قال قتلت مسعدة بارك الله لك في شعرك وبشرك. العام زين قال زين لا تهتم بشعرك سيبارك الله لك في هو كان يهتم بالجمال ويهتم بارك الله لك. قيل فعاش 72 سنة وكأنه بخمسة عشر سنة لم يأتي أي نوع من الشيخوخة ولا تغير منه لا شيء ولا تجاهيد ولا شيء رضي الله عنه. لكن السلمة كان أطول عمرًا عاش مدة طويلة. وقال الراوي عنه قلت له أرني يدك التي بايعت بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان من بايع تحت الشجرة. قال فأراني أخرج لي يده وكانت خشنة كأنها ريش البعير. هو شيخ كبير ولكن يده كأنها ريش البعير. هل كم حدا لا ترون البعير رجله يضعها على الصخرة ولذلك تكون خشنة كأنها صخرة قوية وإذا مسك بها سال دمه. كانت خشنة كانت له خشنة رضي الله عنه لأنه كان رجلا عنيفا من أهل البادية فكان على هذه الحالة. إذن الشاهد أن الأحاديث أن الناس اهتموا بالأحاديث قصيرة السند ويعتبرون ذلك أنه سند قوي وأنه سند عالي السند القصير ويتنافسون في أقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ذلك كما ذكرنا مثل المسلسل أحيانا إذا بوغ فيه كان من ملاح العلم وإذا كان على حد الوسط مثل ما عند البخاري فإن ذلك في حد المقبول. لأن البخاري لم يركز كتابه للسند العالي والثلاثيات لأنه في صحيح الذي هو 7000 فقط 22 حديثا. والإمام أحمد الذي هو في سن شيوخ البخاري مسنده 40,000 فيه 49 حديثا من الثلاثيات. هو شيخ البخاري مع ذلك لم يهتم بالثلاثيات بل كان في مسنده طويل 40,000 وزيادة فيه فقط 49 من الأحاديث الثلاثية. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زبين. نعم ذكرنا أن الحديث باعتبار من يضاف إليه إذا أضيف للنبي فهو حديث مرفوع وإذا أضيف للتابعي فهو موقوف وإذا أضيف للصحابي أقصد إذا أضيف للصحابي فهو موقوف وإذا أضيف للتابعي فهو مقطوع. هنا لكنه هنا أضاف شيئا ما تعبر بما وهي للإبهام أي أن ما أضيف أعم من أن يكون كلاما قد يكون فعلا وقد يكون تقريرا ونحو ذلك. فما أضيف للصحابة من قول وفعل فهو موقوف وما أضيف للنبي من فعل أو قول أو صفة أو تقرير فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي أو فعله مختلف في الاحتجاج به والعلماء في ذلك خلاف. فأكثر أهل العلم يحتجون بقول الصحابي مطلقا لأن الصحابية لأن الصحابة أثنى الله عليهم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضا الله والله لا يرضى عن القول الفاسق. الله لا فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القول الفاسقين. وفسق ضده هو العدالة. وأهل المنطق يقولون إن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أمر ضدها. المحل القابل للصفة لا يخلو منها أمر ضدها. الإنسان قابل للسكون وللحركة إما أن يكون متحركا أو أن يكون ساكنا. ليس هناك احتمال ثالث. ليس هناك احتمال بين الحركة والسكون. إذن محل القابل إذن الصحابة إما أن يكونوا قدولا وإما أن يكونوا فاسقين. والروافض عليهم الله ما يستحقون يقول إن الصحابة غير عدول والعدل يفسقون الصحابة ويقعون لهم ويكذبون القرآن بذلك. الله رضي عنهم والله قال إنه لا يرضى عن القوم الفاسقين فثبتت للصحابة كلهم العدالة. إذن أكثر أهل العلم يحتجون
لقول الصحابي، وبعضهم لا يحز به مثل الشافعي مثل ابن حزم. فالشافعي وابن حزم لا يحتجون بقول الصحابي وما أوجبه، بل يعتبرون أن الصحابي بشر غير معصوم أنه يصيب ويخطئ. فيحتمل أن يكون فعله أو قوله يحتمل أن يكون مصيبا به ويحتمل أن يكون مخطئا، ولهذا لا حجة به. وكان ابن عثيمين قال قولا وسطا، شيخنا الهيثم رحمه الله قال يفرق بين علماء الصحابة وفقهائهم وبين غيرهم. نقول عامة الصحابة لا يستشهدون بقولهم وفعلهم، لأن بعض منهم الأعراب لأن ذكر القرآن قصة، ومنهم من لم يصحب النبي إلا قليلا، لكن فقهاء الصحابة هؤلاء لا يقولون إلا أمر من يتحرر به ولا يفعلون إلا سنة، فما أضيف إليهم فهو سنة. مع أن ما أضيف للصحابة يحتمل أو أكثر في كثير من الأمور التي لا تحتمل إلا أن تكون وحيا، لا يحتمل أن تكون الأمور التي لا تصح بالاجتهاد ولا يجتهد فيها إذا نسبت إلى الصحابي فهي سنة، مثل ما ذكره البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى صلاة خسوف وركع فيها ثلاث ركعات، يعني في القيام الركعة الواحدة يجعل فيها ثلاث ركعات، لأن ثبت عن النبي أنه كان يركع في صلاة الخسوف ركعتين في الركعة أو ركوعا واحدا في الركعة الواحدة، لكن علي رضي الله عنه ركع فيها ثلاث ركعات. إذن هذا حكم السنة، فسنعاد نوازنه بين ما ثبت عن النبي ونقول أيهما أرجح من حيث السنة، ولا يمكن أن نقول هذا فعل علي فلا حجة به، لا، هذا مما لا يقول مما لا يفعله علي رضي الله عنه اجتهادا، هذا له حكم الرفع. إذا ما أضيف للصحابي يختلف من حال لحال، ولا يمكن أن نحكم عليه حكما واحدا. إذن ما ذكره الصحابة من أمور الساعة ومن السبعيات والغيبيات، وكذلك ما فعلوه من الأمور التعبدية التي لا مدخل فيها للعقل والاجتهاد، فإن لها حكم الرفع. هذا من الأمور. مرسل منه الصحابي سقط، وكل غريب ما روى راوي فقط. نعم، ومرسل منه الصحابي سقط. إذا هذا مماثل لقوله وما أضيف للتابعي المقطوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، لأن ما أضيف للتابعي هو نفسه الذي سقط من الصحابة. وقد يكون هناك بينهما فرقا، وهو أن هذا سقط منه الصحابي، ولكن يقول مثلا أن يقول سعيد بن المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيضيف ابن المسيب شيئا إلى النبي، إذن هذا كأنه فعلا سقط منه الصحابي، والحقيقة هذا لم يضف إلى سعيد بن المسيب لهذا الاعتبار. وإن كان بعض من يقول هذا في الحقيقة هو من باب المرسل، وليس هناك فرقا بين ما أضيف للتابعي وما أرسله التابعي، لكن على كل حال بعض أهل العلم يفرق ويقول الإضافة إلى التابع أن يقال قال سعيد بن المسيب، بينما ما سقط منه الصحابي هو أن يقول ابن المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهذا هو المرسل. والمراسيل هناك خلاف لاحتجاج بها بين أهل العلم، فأبو حنيفة ومالك يحتجان بالمراسيل، والمراسيل عندهم حجة، وبقية أهل العلم الشافعية وهناك رواية عن الإمام أحمد الاحتجاج بالمراسيل، ولكن مشهور مذهب أحمد عدم الاحتجاج بالمراسيل، وكذلك الظاهرية وغيره. إذن كان جمهور العلماء بالاحتجاج بالمراسيل، وبعض أهل العلم يفرق بين من أرسل، فإذا كان المرسل مثل كبار التابعين ممن أغلب روايته عن الصحابة فإن مرسله له حكم
الرفض، ويعتبر من المرسل الصحابي يعتج به، مثل سعيد بن المسيب، ومثل عبد الله الصنابحي، ومثل ابي مسلم الخولاني، ومثل مسروق وغيره من كبار ومثل الاسود النخعي. فهناك كبار التابعين الذين رووا عن كثير من الصحابة تحمل مراسيلهم على أنهم سمعوها من الصحابي، والصحابة عدول كلهم خلال. ليس فيهم إلا عدل. أنا قلت لكم أن العدول لغة هو الذين، وأنا أنطق بها العدول. إذن الصحابة عدل كلهم صحيح الله. نعم، فنحن المولدون جبلنا على اللحن، تعودنا على العدل. لكن الفصيحة ما ذكرناه هو أن العدل مصدر أنه لا يشعر. لذلك من التحقق أخيرا، فعلماء اللغة قالوا العدل مصدر، والمصدر يوصف به لكنه لا يجمع ولا يثنى ولا يؤنث. فتقول امرأة، لا تقول عدلة، تقول امرأة عدل، وتقول رجلان عدل، وتقول رجال عدل. وكما قال ابن مالك في ألفيته: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا لإفراد والتذكرة. إذن الصحابة عدل كلهم، ولهذا لا يضر بإرسال لهم. فإرسال كبار التابعين مثل إرسال الصحابة، لأن أكثر ما وصلنا من الحديث هو من مراسيل الصحابة، لأن أكثر الحديث رواته من صغار الصحابة الذين لم يصحبوا النبي إلا في آخر حياته. فالمكثرون من الحديث هم أبو هريرة، ثم عائشة، ثم ابن عمر، ثم ابن عباس، أبو هريرة ثم عائشة ثم أنس ثم ابن عباس ثم ابن عمر ثم ابن عباس ثم أبو سعيد الخدري ثم جابر بن عبد الله. إذن هؤلاء هم المكثرون، وأكثرهم لم يصحب النبي إلا في آخر حياته. ابن أكبر عائشة صحبت النبي بعد في المدينة، ولهذا حديث بدء الوحي الذي رواه عائشة ورواه ابن عباس كلاهما لم يدرك الوحي. عائشة الحديث هذا من مراسيل عائشة، حديث بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث من مراسيل الصحابة. وأكثر رواية ابن عباس هي من مراسيل الصحابة، وابن الزبير وأنس والمكثرون ومن بعدهم من الصحابة الذين أكثر إنما كانوا عندهم مراسيل أجاب الصحابة عن الصحابي. لكن جهالة الصحابي لا تضر، لأنهم كلهم حضور خيار. وكذلك التابعون الغالب أنهم إذا رووه إنما يروون عن الصحابة، وخصوصا كبار التابعين الذين عامة روايتهم عن الصحابة. كل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. نعم، الحديث الذي انقطع سنده، لاحظوا أن انقطاع السند لا يخلو من حالة. إذا سقط من جهة المصنف المؤلف فيسمى معلقا، إذا سقط الراوي من جهة المؤلف يسمى معلقا، وإذا سقط من جهة الصحابي سقط من جهة النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرسلا، وإذا سقط منه من وسط السند فنسميه مقطوعا. والمقطوع أنواع، منها المعضل وسنبينه. إذن كل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. إذن كأن المرسل نوع من المنقطع، والمعلق نوع من المنقطع، والمعضل نوع من المنقطع. وهناك انقطاع ليس تعليقا وليس إرسالا وليس إعطالا، مثل أن يسقط منه شيخ المؤلف، أو أن يسقط منه تابعي وحده. إذن هذا
ألا يسمى هذا ليس إرسالا وليس تعليقا وليس إعضالا بل هو انقطاع يسمى. إذن كأنه قال الانقطاع سقوط الراوي مطلقا نسميه انقطاع. كان على معنى والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان. نعم. إذن إذا المعضل ما سقط منه راويان على في وسطه. المعضل ما سقط منه راويان متتابعين. إذا هذا يسمى معضلا. نعم. وكما ذكرنا إذا نوع الانقطاع هذه هي أسماؤه: مقطوع، مرسل، معلق، معضل. الأربعة. إذن الحديث منقطع السند له أربعة أسماء. نسميه مرسلا إذا سقط منه الصحابي، نسميه معلقا إذا سقط منه شيخ المؤلف، نسميه معضلا إذا سقط منه اثنان فأكثر على وجه التتابع. ما عدا ذلك من السقوط نسميه انقطاعا. إذا سقط منه راوي مثلا في أوله وراوي في وسطه وراوي في آخره نسميه حديثا منقطعا. وما أتى مدلس النوعان. إذن التدريس نوعان: تدريس الشيوخ وتدريس التسويد. إذن التدريس نوعان: تدريس الشيوخ وتدريس التسوية. سيذكره كل منه. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. نعم. إذن هذا هو سماة تدريس الشيوخ، وهو يفعله كثير من الثقات وكثير من التابعين وتابعين من هذه الطبقة، مثل الإمام الأعمش هذا مدلس، والحسن البصري مشهور بتدريسه، وسفيان الثوري مدلس. إذن أكثر الشيوخ تدريس الشيوخ هذا كثير، أن لا يذكر الراوي شيخه، لا يذكر الراوي شيخه، فهذا يسمى تدريس الشيوخ. طبعا أي كل حديث مدلس فهو حديث ضعيف إلا إذا رواه ثقة، بأن وجدناه مرويا من طريق أخرى أو عرفنا شيخ هذا الشيخ، فإن هذا يعتبر حديثا صحيحا. لكن ولذلك عامة الأحاديث الصحيحة المسندة والمروية عن المدلسين بأنها تحمل على السماع، لأن الشيخين تتبعاها حتى ثبت لديهما سماع هؤلاء المدلسين. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. نعم. إذن النوع الثاني هو يسمى تدريس التسوية، وهذا هو التدريس الذي يعتبر ضعفا وإنما يفعله الضعاف. التدريس أنت مثلا أنت الكرة يذكر الراوي يقول حدثني المصري يريد به ابن لهيعة. ابن لهيعة ليس مشهورا بالمصري، يسمى ابن لهيعة معروف بها ولذلك معروف بضعفه. أو يروي عن شهر بن حوشب فيقول حدثني الحوشبي. الحوشبي هذا ليس تعريفا، بل هو معروف باسمه شهر، لأنه كما قال شعبة شهر نزكوه. نزكوه كلمة بالفارسية أي تركوه. نزكوه أي تركه البدنة. إذا كان الشخص إذا روي عن روى شخص عن الضعيف وسماه بغير اسمه المعروف به هذا يسمى تدريس التسوية، وهذا إنما يفعله أهل الكذب وأهل الضعف. ومن كان من تدريس أهل تدريس التسوية فإن هذا ضعف فيه. ولذلك إذا قرأنا تهذيب أو تهذيب التهذيب قالوا يدلس عن الوضع عن المتروكين ويدلس عن الضعاف، هذا ضعف. لكن تدريس الأعمش وسفيان والحسن عادة عن الثقات.
هؤلاء يدلسون عن الثقات عن شيوخهم من الثقات، هذا لا يضرهم. أما هؤلاء الضعاف الآخرين فإنهم الذين يدلسون عن الضعاف والمتروكين فيسمونهم بغير أسمائهم البعض. وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إذن وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، هنا وقف. إذن هذا الكلام انتهى هنا. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، إذن هذا انتهى وبقية الكلام تابع للبيت القادم. إذن شيوخ مخالفة الثقة لمن هو أوثقهم أو مخالفة الثقة لجمع من الثقات. طبعا قد يقول القائل مخالفة غير الثقة هذا أشد، هذا يسمى المنكر، هذا مخالفة الضعيف للثقات لمن هو للثقة أو لجمع من الثقات، هذا يسمى حديث منكر. لذلك الحديث الشاذ والحديث المنكر بينهما عموم وخصوص وجهي، بينهما عموم وخصوص وجهي، لأن النكارة والشذوذ مخالفة، لأن يجتمعان في أنهما لأنهما كل منهما مخالفة، وينفرد الشاذ بأنه مخالفة لأنه حديث صحيح عرض له الضعف. حديث صحيح، إذا الحديث الشاذ حديث صحيح عرض له الضعف. أما حديث المنكر فهو حديث ضعيف عرض له الضعف، فهو ضعيف أصلا وغرعا. هل فهمتم شيئا؟ نعم. إذا الحديث الشاذ حديث صحيح في أصله عرض له الضعف. العرض هو الشيء غير الملازم، غير الملازم وغير الأصل، يسمى له يسمى عرضا. إذن كأنه طارئ، إذن العارض هو الطارئ. إذن وكان في أصله حديثا صحيحا وكنا نعده حديثا صحيحا، فبينما نحن نقلبه إذ وجدنا أنه يخالف راويا آخر، لهذا الراوي روى هذه الزيادة وخالف فيها راويا أوثق منه، أو هو ثقة ليس أوثق منه لكن هؤلاء جمع من الثقات رووا حديثا فروى غيرهم رواية شاذة، بمعنى أنها مخالفة لما رووا. وهذا هو قول المصنف أن من شروط صحة الحديث أن لا يخالف، أي لا يكون شاذا، من باب أحرى لا يكون منكرا، لأن المنكر مخالفة الضعيف للثقة أو لجمع من الثقة، بينما الشاذ مخالفة الثقة لثقة أوثق منه أو لجمع من الثقة، مثل مخالفة شريك لجمع من الثقات الذين رووا حديث الإسراء والمعراج عن ابن جريج، فرواه عنه عامة أصحابه ورووه بدون إثبات الرؤية أن النبي رأى الله عز وجل، بينما رواه شريك رواه وأن النبي رأى ربه. إذن فهذا مخالفة الثقة لجمع من الثقات، وليس مخالفة الوضاع كما زعم ابن حزم. ابن حزم زعم كما قال ابن الذهبي إنه جهل على شريك حتى اتهمه بالوضع وقد روى عنه مثل ذلك. إذن هذا الشذوذ، الشذوذ هو مخالفته. فإذا كان الراوي ثقة كانت مخالفته شذوذا، فإذا كانت المخالف ضعيفا فإن مخالفته تسمى نكارة. و
والمقلوب قسمان ثلاثة. خلاص المقلوب ننتظر به إن شاء الله الحصة القادمة، نترك بقية الوقت للأسئلة لأن شاء الله أحيانا نترك بقية الوقت للأسئلة. خذ الذي يسأل يأخذ المايك، يتقدم الذي يسأل يتقدم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سؤال: ما صحة نسبة كتاب ثلاثية الإمام الشافعي؟ لا أعرف هذا الكتاب، لا أعرفه، لكن ما أقول لكن إذا كان البخاري عنده ثلاثيات فالشافعي من باب أحرى، لكن لا هذا الكتاب لا أعرفه. في باب في البيت رقم 16 وقال الغريب ما رواه فقط لما ذكر الغريب. نعم اقول الغريب صحيح سيد احسن، اذا الغريب صحيح تجاوزناه، اذا نقول الغريب هو المفرد، حديث مفرد الذي لم يرويه في طبقات السند كلهم الا راوي فقط، او في بعض السند رواه شخص واحد وفي بقية طبقات السند رواه جماعات. مثل ماذا؟ مثل حديث الأعمال بالنيات. هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة بقيد اللفظ والصحة، روي بألفاظ متعددة، إذا بقيد اللفظ والصحة لم يروه إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويها عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويها عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه خلق كثير عن يحيى بن سعيد الأنصاري. إذا هذا الحديث من الأحاديث الغريبة لأنه هو رواه راوي فقط، إذا بمجرد أن يكون إذا وجدنا حديثا لم يرويها عن النبي إلا صحابي من واحد حتى لو رواه عنه كل التابعين فهذا حديث غريب، لأن هذا المثال الغريب هو حديث إنما الأعمال بالنيات. لا معنى كلمة سكن؟ نعم، إذن سكن معناها تقرر، سكن معناها تقرر، تقرر وثبت. السلام عليكم. سؤال: إذا هناك راويان، الواحد يأتي برواية مختصرة والثاني يأتي برواية أكثر من رواية المختصرة، يعني هناك زيادة، كيف نحن يعني كيف نفرق بين هذه الزيادة مقبولة وبين أن نقول أن هذه الزيادة شاذة المختصر؟ مثلا الراوي الذي يحمل المختصر هو أوثق من الثاني. نعم، إذا زيادة على كل حال زيادة قسمها العلماء إلى زيادتين، زيادة من الراوي نفسه بأن يروي الراوي نفسه يروي الحديث مرات فيحدث به مرة مختصرا ويحدث به مرة أخرى مطولا، إذا هذه الزيادة وهذه لا شك في قبولها. أما الزيادة الأخرى فهي زيادة من غيره، فإن يروي الثقة حديثا مختصرا ثم يروي غيره هذا الحديث مطولا، إذا هذه الزيادة لا تخلو إما أن تكون موافقة فهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أو أن تكون مخالفة، فإذا كانت مخالفة أعملنا فيها قانون الشاذ. أحسنت، قانون بمعنى الشاذ، هل هذا الشخص من خالفه من أوثقه منه أو هو واحد ومخالفون جمع من الثقة؟ ننظر في هذه الحالة، إذا كان نعمل فيها قاعدة الزيادة قاعدة الثقة من عدمها، وإن كان الأحناف يتشددون في هذا وهذه مسألة درستمها في الأصول ما يسمى الزيادة على النص هل هي نسخ أم إلى آخره، لكن على كل حال هذه المسألة بالحديث الراجح فيها هذا أنه إذا كانت الثقة إذا لم يكن هناك تعارض فهذه الزيادة من الثقة مقبولة، إذا كان هناك تعارض
يعمل فيها بقانون الشذوذ والنكارة رحمه الله. كثير ما وجدنا في صحيح مسلم رواية الثقة المدلس وهو يعنعن، مثل مثلا رواية جابر عن زبير أو أنس، زبير عن جابر أو أبي زبير عن جابر، مثل هذه الرواية. يعني هذه الرواية أبي زبير عن جابر توجد في غير صحيح مسلم، فهل يعني في صحيح مسلم هذه الرواية صحيحة؟ فهل نلزم جميع رواية أبي زبير عن جابر في غير صحيح مسلم أنها صحيحة كذلك؟ هل نلزم هذا؟ لا، لا يلزم هذا، لا يلزم، لأنه كما ذكرنا ما في الصحيحين قد حفته القرائن وتلقته الأمة بالقبول، فالحديث غيرهما إذا كان الشخص مدلسا معروفا أنه فمسلم ليس من البخاري. البخاري لم يروي عن رجال الحسن إلا قليلا أو نادرا، كل رجال البخاري من رجال الصحيح، لكن مسلما في المتابعات يروي عن رجال الحسن خفيف الضوء، وبالتالي هذا يكفر عند مثل محمد بن عمرو ابن عتبة الليلي وغيره، يروي عن محمد بن إسحاق وغيره من رجال الحسن، أما البخاري يروي عن الصحاح، يروي عن رجال صحيح عن الثقات الذين تم ضبطهم، بخلاف مسلم فإنه في المتابعات والشواهد يتساهل أحيانا وينزل ليس إلى درجة الضعاف بل إلى درجة رواة حديث الحسن. إذن إذا كان هناك نختم خذ المايك لي. السؤال الدكتور ما يتعلق بمثل ثلاثيات المخاضرة الله ذكرت ولا قليل في مرتبة إبراهيم مكي واحد نعم أستاذ البخاري الذي نعم لذلك قلنا إن ثلاثيات البخاري تدور على ثلاثة من الصحابة وعلى خمسة من شيوخ البخاري، هو هم مكي بن إبراهيم وهو عاصم الضحاك بن مخلد وعلى عبد الله بن محمد الأنصاري وعلى عصام بن خالد وعلى خلاد بن يحيى، لأن هؤلاء هم الذين دارت عليهم ثلاثية البخاري، لم يروي البخاري ثلاثيا إلا عن هؤلاء الشيوخ، وقال وأكثرهم هو مكي بن إبراهيم ثم يليه أبو عاصم الضحاك بن مخلد. وذلكم عبد الله بن إبراهيم مكي، أما الآخران عصام وخلاد فلم يروي عنه البخاري إلا كلهما حديثا حديثا. أصلاً لم يكن هناك سؤال كما ذكرت أنفا أن الحديث الضعيف يكون مردود يا إما بسبب سقط في الإسناد، وهذا إما إسناد سقط ظاهر أو سقط خفي، ولم نتطرق إلى ذكر الأمثلة سبب الضعف في المتن كسبب مثل الحديث المدرج، يعني نريد إيضاح هذه المسألة. لأن على كل حال هو الأحاديث المتن عادة له علم الغالب المحدثون لديهم يتكلمون عن الرجال والمتن يجملون ضعفه بما يسمونه علة، وهذه العلة قد تكون في إدراج، لكن الإدراج لا يضعف المتن وإنما يضعف الزيادة، كأن الإدراج من ضمن الزيادة الشاذة من الشذوذ، نعتبر أنها من الشذوذ، فإذا ثبت فقد تكون زيادته من قول الراوي من باب الشرح والتفسير، فقد تكون الزيادة أيضا من شيء لم يتثبت فيه الراوي فأراد أن يروي بالمعنى فأخطأ، مثل حديث البخاري
الذي رواه عامة المحدثين البخاري ومسلم روايات متعددة أنه لا تزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا ويسكنهم فضل الجنة، ولا يزال في النار فضل حتى يضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط 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 حسبي حسبي. هناك رواية البخاري أنه لا يزال في النار فضل حتى ينشئ الله لها خلقا ويسكنهم فضل النار. فهذه زيادة في هذا المتن حكم عليها بالشذوذ. إذن وهي من إدراج الراوي، لكنه إدراج قد يكون التبس على الراوي أول الحديث بآخره فعممه، كما أن الله ينشئ خلقا للجنة قال الراوي لا بأس أن ينشئ الله خلقا للنار، لكن هذا مخالف للقرآن وللسنة. ولا يظلم ربك أحدا وربك بظلام للعبيد، ومخالف لحديث الآخر. وهذا هو الذي سلكه الأشعرية في تأويل حديث تأويل الحديث. فقالوا حتى يضع الرب فيها قدمه، حتى يضع الرب فيها رجله، قالوا الرجل في اللغة الطرف، فكأن الله يخلق، قالوا وفسروا بزيادة في الرجل. ومن الطريف أن أحد الإخوة من أهل السنة قال له أحد أساتذتي وكان أشعري حتى يضع الرب فيها رجله، قال أرجو رجله أي رجل بعض عباده، قال أرجو أن تكون منهم، يعني أن تكون أهل النار الذين يضعهم الله في النار. وهذا طبعا هذا ليس حقيقيا، لأن هذا الله لا يضع لا يخلق خلقا للنار. فهذا نوع من الزيادات من الزيادات الشاذة التي في المتن. المتن قد يزيد فيه، لكن المتون نفسها أغلب رواياتها قد يحكم حتى بالسند كله وليس بزيادته، أقصد بالمتن كله يحكم له بالشذوذ، وإن كان رجاله صحاحا لمخالفتهم للأحاديث حيث لم يكن الجمع ولم يثبت النسخ، فيحكم على هذا الحديث أنه حديث مردود بناء على متنه وليس بناء على سنده. نعم، إذا لم يكن هناك جهاز الصلاة نحن السؤال خلاص إن شاء الله جلسة إلى الجلسة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.